أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة العراقية الرياضية، أرحب بكم وأجمل ترحيب. أنا محدثكم حسن عيال، يسعدني ويسرني أن أجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت الرياضة، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عبر هذه الشاشة من الأحد إلى الخميس. درجة العادة أن نسمع مصطلحات أو عناوين لنقابة الصحفيين أو نقابة الصيادلة أو نقابة الأطباء أو نقابة المحامين وإلى آخره، الكثير من هذه التعابير التي تجمع مهنة واحدة. ولعل اليوم أصبحت الحاجة ملحة لتكون هناك نقابة للرياضيين أسوة بهذه النقابات، باعتبار أن الرياضة اليوم أصبحت مهنة حالها حال المهن الأخرى. هذه النقابة اللي من المفترض أن تكون الراعية والداعمة لكل من ينضوي تحت لوائها، الدافع عن حقوق الرياضيين، وأيضا تسهم مساهمة فاعلة في جمع الشتات ونبذ الفرقة والانقسام والتنابز ما بين الرياضيين. هذه العناوين اللي أصبحت اليوم طافية على المشهد الرياضي. اليوم عقد المؤتمر التأسيسي الأول لنقابة الرياضيين بحضور جمع خير طيب من عديد الكفاءات الرياضية والنخب الرياضية، وطبعا راح نسلط الضوء اليوم على هذه النقابة أو هذا المجلس التأسيسي الأول لنقابة الرياضيين بالحديث عن ماهية هذه النقابة، ما هي أطر عملها، كيف ستسهم في لم الشتات اللي تحدثنا عنه. ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة أحد المساهمين أحد الداعمين لهذه النقابة، الأستاذ والزميل الصحفي منعم جابر، أرحب بك أجمل ترحيب. أهلا وسهلا أستاذ حسن وبي قناة الرياضية العراقية وبجمهورها، وأتمنى أن تكون جلسة حوارية جميلة نعكس فيها الواقع الإيجابي لهذه التجربة الجديدة إن شاء الله. كيف تبلورت هذه الفكرة وكيف وصلت إلى درجة النضج بحيث اليوم يعقد المؤتمر التأسيسي الأول لنقابة الرياضي؟ الحقيقة هذه الفكرة هي ليست فكرة عراقية، بل كثير من الأخوة العرب ومنهم خاصة المصريين وجماعة من شمال أفريقيا كانت لهم هكذا فكرة، وهذه الفكرة هي تهتم بزمن الاحتراف أو بفترة الاحتراف، لأن الرياضي المحترف يعني أنه هذا الرياضي المحترف اتخذ مهنة الرياضة مهنة أساسية لمسيرته في الحياة. ولما كانت المسيرة الرياضية مسيرة طويلة وتتخللها كثير من الإنجازات والعطاءات والرغبات والإبداع، أصبح من الضروري أن يؤطر هذا النشاط اللي هو النشاط الرياضي، يؤطر بشكل منظم، وبالتالي يساهم الرياضيون أنفسهم بتجربتهم ويندفعون في تحقيق المكاسب والإنجازات التي تحقق للرياضة والرياضيين الكثير. وإحنا يعني كرياضيين حققنا إنجاز كبير في بعد عملية التغيير في 2003، إذ استطاع الرياضيون أن يقدموا مشروعا مقترحا بإدخال الرياضة مادة دستورية في الدستور العراقي، ولهذا أقرت المادة رقم 36 التي تنص على أن ممارسة الرياضة حق طبيعي لأبناء الشعب العراقي، وعلى الدولة توفير مستلزمات ممارستها. وبهذا عندما وصلت الفكرة إلى أن تكون مادة دستورية، إذن أصبحت الرياضة قضية مهمة أساسية وليست قضية ثانوية لقضاء الوقت والفراغ. على هذا الأساس بدأنا نتحرك، وبتوجيه النخب الرياضية الكبيرة والخبراء الرياضة والمختصين اللي ساهموا بتثبيت هذه المادة، نتوجه بتوجهات لتحويل هذه المادة وتحويل هذا المنهج إلى عمل منظم. فكانت الفكرة أن نقتدي ببعض الدول العربية ونسعى لتشكيل
نقابة للرياضيين العراقيين أسوة بما تفضلت، أسوة بالصحفيين والأطباء والمهندسين وكل المهن الأخرى. قد يقول قائل وكيف نستطيع أن نتعامل مع هذا الرياضي بأنه رياضي؟ أقول الكلام صحيح في عهد الهواية، عندما كانت هواية ولقتل الوقت ويلعب بها الطالب ويلعب المهندس ويلعب المحامي، ولكنه اليوم أصبح الرياضي رياضيا يتقاضى مقابل أداءه الرياضي رواتب ضخمة وعقود ضخمة. إذا هناك الكثير من الشخصيات يتخذون من الرياضة طريقا، لاعبين ثم مدربين وإداريين وإعلاميين، وهذا الطريق يتطلب أن تتوفر جهة معينة قادرة على أن توفر لهؤلاء الحماية والوحدة والتكاتف والعمل من أجل خدمة. سبقتني بالحديث عن يعني هذا العنوان العريض الفضفاض، كلمة الرياضيين، من هم الرياضيين اللي يمكن أن ينضوون تحت لواء هذه النقابة؟ هل هو الرياضي الرائد؟ هل هو اللاعب الحالي، الإداري، المدرب، الصحفي؟ كل ما يعنى بشأن الرياضة. أنا يعني أقصد من كلامي أنه هل وضعتم محددات لهذه التسمية حتى يعني تكون هناك أسس ثابتة للعمل؟ مشروع القانون فيه يعني فيه بعض يعني الطروحات بشكل عام، ولكن اللي أنا أتصوره يعني أن الرياضيين سيشملون من اتخذ من الرياضة مهنة أساسية في حياته، يعني بمعنى المحترف فقط، يعني نعم، وأي ممكن لأي واحد يكون موجود، بس على شرط أن يكون يعني منسب للعبة معينة أو لاتحاد معين أو يعني لعبا أو تدريبا أو إدارة وصحافة. يعني على سبيل المثال الأستاذ مؤيد البذري الله يحفظه ويطول عمره ما شمل بقانون الرواد، لأنه يعني البعض فسر بأنه الأستاذ مؤيد لم يحقق إنجازا ولم كذا ولم كذا، ولكن الحقيقة أن مؤيد البذري هو علم من أعلام الرياضة العراقية. بينما في القانون، في مشروع القانون اللي راح يحكم قضية نقابة الرياضيين، راح يكون الشخص الرياضي اللي مارس الإدارة وحتى اللي مارس الإعلام، ولكن في اتجاه الرياضة حصرا سيكون مشمولا بعضوية هذه النقابة. لدينا الكثير بشأن هذا الموضوع، أعود مرة أخرى يعني للسؤال عن ماهية هذه النقابة، كيف ستتحرك، كيف ستجد الأرض اللي يمكن أن تنطلق من خلالها لحفظ حقوق الرياضيين عفوا وتضمن لهم يعني عدم الاعتداء أو الكثير من الأمور اللي أسوة بباقي المهن اليوم أو النقابات التي تحفظ حقوق العاملين فيها. دعونا نشاهد التقرير اللي عد لنا الزميل عدي حاتم ونعود لتكملة هذا الحوار. تنظيم الشأن والاجتماع تحت كيان واحد إنما يؤسسان لمنهجية عمل صحيحة تضمن الحقوق وتسهل تلبية وتنفيذ الواجب. ومن هذه الزاوية رأى الرياضيون ضرورة ملحة لتأسيس نقابة خاصة بهم عبر انبثاق المؤتمر التأسيسي للنقابة بحضور مسميات شتى من داخل الرياضة وخارجها. الحقيقة هو مشروع كبير بدأنا به من نقطة الشروع اللي بدأت العام الماضي 24/12/2017، بدأ أول لقاء، وضعنا الأسس العامة بحضور مجموعة جميلة من الرياضيين والعاملين في الوسط الرياضي. هو مشروع يعني الرياضيين بشكل كامل، غير محدد بفئة معينة ولا برياضة معينة ولا برائد ولا ببطل ولا كذا، وإنما بمجموع الرياضيين الموجودين الممارسين والمتقاعدين نسميهم. المؤتمرون ورغم أنهم يعدون هذه الخطوة متأخرة وكان من المفروض أن تأتي في وقت سابق، فإنهم يرسمون أفقا أوسع من خلال النقابة الجديدة التي ستكون بمثابة صوت ومنادات لهم وعامل تعزيز للعلاقات والروابط مع باقي شرائح المجتمع. هذا المؤتمر
التأسيسي ينعقد تحت شعار بالرياضة والرياضيين ابن العراق، حكاما، مدربين، إعلاميين، متخصصين، وجميع من يعمل في هذا الجانب. الرياضة أصبحت مهنة، وعليه يجب أن تكون لها مؤسسة تحمي هؤلاء الرياضيين. طبعا هذه خطوة يجب يعني أعتقد يعني عقدة متأخرة، يجب أن تكون قبل هذا الوقت، يعني قبل سنين طويلة، لأنه بصراحة الرياضيين يعني عانوا، قسم منهم عانوا الإهمال، عانوا يعني مرارة الحياة، عذاب الحياة، لأنه لا يوجد أحد يعني يهتم بهم، لا يوجد يعني مصدر رسمي يهتم بهم. المؤتمر بدأ بكلمات للهيئة التأسيسية، تخللته أيضا عروض عفوية للأطفال جسدت لوحة العراق ونهوضه من جديد للبناء والإصلاح. وأخيرا وجد الرياضيون وسادة يضعون تحت آلامهم ومعاناتهم وشؤونهم ليحصلوا على راحة مؤقتة بانتظار التفعيل الرسمي لنقابة الرياضيين والحصول على الراحة الأبدية. لبرنامج بيت الرياضة، ودي حاتم، العراقية الرياضية. شكرا لزميل عدي حاتم اللي عدلنا هذا التقرير. أستاذ منعم، أسأل عن ما هي المكاسب التي سوف يحصل عليها الرياضي الذي ينضوي تحت لواء هذه النقابة؟ يعني أنا من خلال تجربتي في مجال منظمات المجتمع المدني وفي النشاط الرياضي، وجدت أن الظاهرة التي تمشت في القطاع الرياضي هي قضية التشتت والتمزق الذي عانى منه القطاع الرياضي. يعني تجد لاعبي كرة القدم يعملون ثلاث روابط، والرواد الرياضيين يعملون رابطتين أو ثلاثة، الملاكمين كذا، المصارعين كذا، كل الألعاب. لهذا وكل يبحث عن هدفه بطريقة اللي هو يرسمها. بينما أنا أعتقد أن وجود نقابة ستشكل وحدة كبيرة لهذه التشكيلات المشتتة، هاي العناوين المختلفة، وهاي كثير من هاي العناوين تستغل لأغراض حقيقة مسيئة للرياضيين. البعض يستفاد منها ماديا، البعض يتدخل في أمور يريد أن يحقق بأهداف معينة، البعض يريد أن يسيس الرياضة، البعض يحاول أن يتفاهم مع بعض السياسيين ويجلبهم إلى موقع العمل الرياضي، وهذا فالشيء أنا أعتقد كلش خطير على الرياضة العراقية. النقابة تستطيع أن تجمع كل هذا الشتات، كل هذا الانقسام في وحدة واحدة كما سميتها بهذا العنوان؟ بصراحة النقابة تستطيع أن تجمع العدد الأكبر. تبقى محاولات، أنا يعني أتفق مع فكرتك، أنه فعلا هنالك محاولات ستبقى يعني توزيع الولاءات، تبقى محاولات للكسب الضيق، بينما العدد الأكبر من الرياضيين خاصة واللي بعيدين عن الطمع الشخصي أو التطلعات الشخصية أو المناصبية، راح أشوف أني النقابة إن توفرت يعني إن تحقق قضايا مشروع نظامها، وبدأت الجهات الرسمية تتعامل مع النقابة مثلما الحال في نقابة الصحفيين مثلا. الآن وجود نقابة للصحفيين مع وجود بعض المحاولات، لكن هناك نقابة، وهذه النقابة تحظى بدعم رسمي وتحظى باهتمام حكومي، بينما أكو آخرين ما يحظون بهذا الدعم، أو راح يكون هذا ينعكس إيجابا على ما يمكن أن تحققه هذه النقابة للرياضيين. في المرحلة القادمة نشهد هذه الأيام يعني على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على شاشات التلفزة من خلال البرامج الرياضية الكثير من المناوشات بين الرياضيين، بين الرموز الرياضية الكبيرة، التنابز، الانقسام، الاتهامات.
النقابة قادرة على أن تردع مثل هكذا أساليب وظهورها إلى العلن، باعتبار اليوم أن الرياضي نموذج يقدم نفسه للمجتمع للنشأ الجديد، وبالتالي يعني يتم محاسبة أو محاكمة أو معاقبة كل من يخرج عن جادة المفاهيم الرياضية الحقة؟ أنا شخصيا أعتقد أن هذه، قبل أن أتحدث عن النقابة، أنا أتحدث عن القطاع الرياضي، وأتحدث عن الإعلام الرياضي، وأتحدث عن المعنيين في المؤسسة الرياضية، سواء وزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية. أنا أعتقد أن هؤلاء جميعا مطالبين اليوم لأن يساهموا بشكل إيجابي في زرع مفاهيم المحبة والوئام والسلام والابتعاد قدر الإمكان عن استخدام بعض الأساليب الاستفزازية أو الأساليب التي تساهم في زيادة الفرقة والتمزق بالنسبة للمجتمع بشكل عام وبالذات المجتمع الرياضي. فلو نفترض جدلا، أن هناك أحدهم صرح تصريح معين، هل يحق لجهة معينة أن تأخذ هذا التصريح وتحمله غير أكبر من المحصول الأساسي فيه أو حجم الطبيعي، وبالتالي تتحول هذه العملية إلى منابزات ومهاترات بين أطراف قد يتميزون بالعقلانية وحسن النية؟ يعني مو بالضرورة كل ما يقال عن الوسط الرياضي هو قصد بعيد عن النية الحسنة أو توجه من أجل زيادة الانشقاق والتمزق. لذا أنا أعتقد أن وجود هكذا نقابة بوجود بعض التعليمات في داخل تعليماتها وداخل مشروعها راح يساهم لخلق عدة مكاتب، وهذه المكاتب لها دور، مكتب ثقافي، مكتب استشاري كذا، مكتب كذا. هذه المكاتب ستلعب دورا إيجابيا في حث الرياضيين سواء داخل النقابة أو اللي هم خارج النقابة، يرون أن هذه جهة واحدة من الجهات المهتمة بأن تحسن الواقع في القطاع الرياضي، فسيكون انعكاسه إيجابا وسيكون للنقابة دور إيجابي بهذا القضية. تقدر أيضا هذه النقابة أن تدفع الضرر متى ما وقع على الرياضي العامل أو المنضوي أيضا تحت لواء هذه النقابة؟ هذه أي ضرر إن كان يبقى معتمدا بشكل كبير على آفاق التطور القادمة للتجربة. التجربة لا زالت جديدة، التجربة فيها الكثير بالتأكيد من المسائل الاحتمالية، تقبل هذا ولا تقبل ذاك، تقترح هذا الرأي وتعفى من ذاك، أو أن الجهات المعنية قد تعطيها توافق على قانون وتشريعاته بحده الأعلى، بينما ربما لو وافقت على بعض الأمور بالحدود الدنيا ستكون قابلية النقابة محدودة وضمن الحدود الدنيا، والعكس صحيح. أيضا يعني أتحدث عن ما حدث اليوم في هذا المؤتمر التأسيسي. شاهدنا الكثير من الرواد، الكثير من الأعمار اللي يعني سيرت أجيال سابقة، لم نلحظ وجود لأي حضور للجيل الحالي، وهو من المفترض هذه النقابة أن تلوم كل هذه الأجيال تضعهم في يعني حضن هذه النقابة، يعني هي ليست حكرا على جيل معين أو عمر معين. هذا كلام جدا صحيح، لكني أستطيع أن أقول شيء أتمنى من أخوتي الرياضيين أن لا يزعلوا مني لأني صريح وصراحتي قد تؤذي البعض. الأخوة الرياضيين أغلبهم وبسبب انشغالهم التأريخي باللعب والتدريبات والمشاهدة سوهم قليلين الاهتمام بالجانب التطويري والجانب الفكري والجانب الاجتماعي. فهذا الانكماش عن هذا التوجه نجدهم في الملاعب، نجدهم في النوادي، نجدهم في حتى ندوات ما يحضر ذاك العدد الكبير. حالة جدا يعني غريبة عند الرياضيين، بينما أنا شاهدت من خلال بعض التجارب الجيدة منها اليوم أن كثير من الأخوة الرياضيين بدأوا يجون
لأن شعره وخاصة زملائنا من رواد المتنبي. نعم. أنا أعتقد أنا شخصيا كل جمعة أكون بالمتنبي، بدأت أجد أن أعداد كبيرة من نجوم الرياضة على سبيل المثال كريم نافع وكريم صدام وجماعة كثير من كثير منهم وحكيم شاكر وكثير منهم أجدهم يتواجدون في المتنبي. لماذا يتواجدون؟ أقولها وبصراحة التواجد هو عملية تلاقح بين الثقافة والرياضة، وهذا التلاقح يدفع للرياضيين أفكار ثقافية جديدة. الرياضيين قد لا ما يمتلكوها لكنهم يرتبطون بصداقات جيدة مع المثقفين. نعم. فهذه توفر لهم عملية التلاقح، وهذا التلاقح يخلق شخصيات رياضية سياسية رياضية ثقافية. نعم. وهذا عامل إيجابي. نعم. بالنسبة لي. سألتك قبل قليل عن يعني هل النقابة قادرة عن دفع الضرر متى ما وقع على الرياضي، وحقيقة يعني كانت هناك إحدى القضايا المهمة التي طالت المدرب علي هادي بعد إقصائه من تدريب منتخب الناشئين وتشكيل لجنة تحقيقية في ذلك، باعتبار أن الاتحاد ألقى باللائمة على المدرب علي هادي في مسألة تزوير أعمار اللاعبين. وبالأمس ظهر علينا أكثر من عضو اتحادي يثبت براءة الكابتن علي هادي مما وقع عليه من ظلم. الآن ينضم معي الكابتن علي هادي مدرب منتخب الناشئين السابق. مساء الخير كابتن علي. منعم جابر كابتن علي معاي؟ اسمعك استاذ حسن، تحياتي لك ولاخوك الاستاذ منعم جابر. نعم. السؤال يعني انت كانه هكذا بدت الصوره، وقع عليك ظلم غبن باقصائك من تدريب منتخب الناشئين، واليوم احوج ما نكون لنقابه بالفعل الدافع عن حقوق الرياضي متى ما وقع عليه هذا الظلم. بالامس تم الاعلان عن براءتك من قبل اتحاد كره القدم نفسه اللي اقصاك من مهمه منتخب الناشئين تدريب منتخب الناشئين، كيف تنظر الى هذا الامر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم لكل مشاهدي قناة الرياضة العراقية ولهذا الجميل الرائع المتابع. يعني صراحة الكل يعلم انه بعد ان حصلت الهزمة في المطار، نعم، تم اتخاذ عقوبة بحقي من قبل الاتحاد العراقي. فانا اعتقد انه الامور يعني وصلت يعني نفس الشيء غياب يعني غياب الجافع الحقيقي لهذا الامر، قد يعطيك السمعات الحقيقه وسمعات الصوره وبالتالي رايك اللجنه. بخصوص سؤالك، انا اعتقد ان المدرب العراقي في جهه معينه تستطيع ان تحمل لواء دفاع عنه، وبالتالي هذا الامر اضعف حلقه المدرب. كثير من المدربين العراقيين إذا على مستوى الأندية والمنتخبات أعتقد في كثير من الأمور يعني حقيقة يصابون بخيبة أمل بعد أن يبعد أو يقال أو يستقيل، وبالتالي يعتبر الحلقة واضحة. نقابيا أجد المدرب مهمش، لا توجد جهة راعية، لا توجد جهة قوية أو سوية للمدرب، وبالتالي أعتقد أنه في العراق تحديدا يعني لا توجد لدينا روابط يعني لديها سلطة ولديها قدرة على أخذ حقوق المدرب. نعم. أنا الآن ضمن رابطة المدربين العراقيين، أقر وأعترف أن هذا الرابطة بالعراقي لا ليس لها يعني أي تواجد، أو بالأصح لا تحل ولا تربط، وليس لدينا أي فعالية، وليس لدينا أي حضور، وليس لدينا أي تأثير، لا نجتمع لا نتواجد، وبالتالي أعتقد مجرد امر شكلي كرابطه. انا منذ اربعه اشهر لم يتصل بي احد، ولم يكلمني احد، ولم يقف مع احد، وبالتالي اعتقد هذه الرابطه من وجهه نظري هي اكبر الاخطاء التي ارتكبتها بحياتي بالانضمام اليها. نعم. يعني اعتقد الافضل النقابي او العمل في الروابط يجب ان يكون عمل مهني مبني على المصلحه العليا، المصلحه العامه، لا ان يقف الذي يعمل في رابطة ويقول متفرج عندما يكون زميل المدرب في موقف يحشد عليه، وعندما تتناوشه نيران الاستقالة والإقالة يعني يكون كالذئب أو كالأسد يدافع عن نفسه. أنا أعتقد هذا الأمر
في العراق مطروح وموجود، وبالتالي أعتقد المدرب العراقي لا يحمل أي لواء، بل بالعكس دائما ما يجد أنه الراية البيضاء طيب هي في يديه، دائما ما يستسلم. نعم كابتن علي، اليوم انبثاق هذه النقابة، وهي ليست رابطة، نقابة تعنى بشؤون كل الرياضيين، قادرة على حل مشاكلكم، مشاكل كل رياضي يقع في مشكلة معينة، يعني من الممكن أن تكون هناك نقابة مهنية تدافع عن مضامين هذه المشكلة أو الظلم الذي يقع على هذا الرياضي، قادرة بالفعل يعني انبثاق مثل هذه النقابة ستكون هي البلسم لكل جروحكم ومشاكلكم؟ كابتن علي تسمعني؟ كابتن علي هادي؟ انقطع الاتصال؟ نتمنى أن نعاود الاتصال معاه، لأن هذا سؤال مهم، يعني بالأمس تم براءة علي هادي من قبل اتحاد كرة القدم، بس ما قالوا لنا من هي الجهة يعني التي من المفترض أن يتم محاكمتها ومحاسبتها ومعاقبتها. يعني أنتم اليوم أثبتتم أن مدرب منتخب الناشئين مدرب يعني أعلنتم براءته مما وقع عليه من ظلم وتجني، لكن من هو المجني أو الجاني في هذه القضية، قضية التزوير، غير هذه اللجنة التحقيقية تظهر للعلن أنه من عندما أثبتت براءة شخص معين في ذات الوقت، لأن هناك جريمة قد وقعت، جريمة التزوير جريمة قد وقعت على منتخب الناشئين، من هو الجاني في هذه الجريمة؟ نعم أثبتتم براءة علي هادي، لكن من هو الجاني حتى نعرف، حتى إحنا كإعلام وكجمهور وكمتابع نحاسب هذه الجهة اللي يقع عليها الذنب. أستاذ علي، كابتن علي سألتك يعني قبل أن ينقطع الاتصال، اليوم انبثاق هذه النقابة هل سيكون البلسم الشافي لكل الأخطاء التي أو المشاكل التي تقعون فيها كرياضيين وكمدربين؟ الصوت إذا أمكن يصلنا للاستوديو. كابتن علي تسمعني؟ أسمعك أستاذ. نعم سمع السؤالي؟ تدير شبكات مو زينة، الصوت مو عندي. نعم سمع السؤالي؟ هل ستسمعك يا تفضل. نعم سؤالي، النقابة، نقابة الرياضيين، هل ستكون هي يعني الحالة المثالية للدفاع عن حقوق الرياضيين، عن خليني أسميها المظالم التي تقع على هؤلاء الرياضيين؟ هذا الأمر بحالة واحدة. نعم. عندما النقابة مرتبطة بمؤسسة حكومية معينة أو كمنظمة إنسانية لها حقوقها ومعترف بها من قبل رئيس الوزراء. نعم. أما إذا لم يكن الأمر. نعم. اما اذا كان الامر يعني مجرد يعني يشبه الروابط التي اسست كرابطه اللاعبين او رابطه المدربين، اعتقد الامر صعب، لان كما ترى الموضوع الان بات يعني مصلحه شخصيه معينه. انا لحد الان استغرب وحقيقه تعجب عندما ارى كبار الشخصيات من المدربين يعني بعيدين عن هذا الامر، اتحدث عن انور جسام، اتحدث عن الاسماء الاخرى، إلى متى يبقون يعني راكنين في البيوت والمدربين الشباب هم من يتصدون وهم يتكلمون؟ يجب أن يكون هناك وقفة من الخبراء، من الناس الكبار، من المدربين. هذا المشروع يحتاج إلى أسماء كبيرة في الوسط الرياضي وفي التدريب. أما بهذه الطريقة أعتقد سنبقى يعني بعد 100 سنة المدرب مشلوب حقوقه، المدرب حلقة ضعيفة، المدرب ليس له يعني أي تأثير، وبالتالي اعتقد ان الامر اللي تتحدث به هو لب الموضوع وهو طرق النجاه. وانا اشكرك على الطرح، يعني حقيقه كثير من المدربين صمتوا وذهبوا الى بيوتهم، لان لا يوجد انسان يدافع عنهم، لا يوجد شخص يقف معهم، وبالتالي نعم. يعني اعتقد هذا كابتن علي، هذه النقابة أسوة بالمسميات الأخرى، نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، نقابة الأطباء، اللي تدافع عن حقوق يعني أهل المهنة اللي ينتمون لها. بالتالي يعني نقابة الرياضيين لو يعني شقت طريقها بنجاح إلى الظهور وإلى الوجود، بالتالي ستكون يعني نقابة معترف بها من قبل أجهزة الدولة، من قبل الكثير من المؤسسات الأخرى.
والله أتمنى هذا الطرح الجميل، أتمنى أن يكون على أرض الواقع. نعم. وأن نرى نقابة يعني تحمل هموم المدربين ومعاناتهم ومشاكلهم. يعني أنا أحكي لك صراحة، أنا مقاتل في الأزمة يعني لم يقف معي غير الله والمقربين من الأهل والأصدقاء، وبالتالي بقيت وحيدا يعني عاني فترة 14 لحد الآن، وبالتالي أعتقد بعد الظهر القرار يعني بعض الارتياح والضجة في الشارع الرياضي والناس المحبين، وهذا حال الرياضة، هذا حال الرياضة أستاذ حسن. نعم. هذا حال الرياضة، الرياضة العراقية الآن يعني تفقد كثير من الجوانب الرئيسية والأساسية في العمل. يعني الآن تتحدث عن ركن أساسي اللي هو نقابة، يعني نقابة المدربين. نعم كابتن علي تسمعني؟ كابتن علي تسمعني؟ فقدنا الاتصال؟ نعم حقيقة كنت أريد أن أسأل يعني نفس ذات التعليق اللي علقته، يعني تم الإعلان عن براءتك، لكن من هو الجاني في هذه القضية؟ اللجنة هذه غير تظهر لنا من هو الجاني حتى نعرف، لأن أكو جاني، أكو جريمة وقعت، جريمة التزوير وقعت، وتم إلغاء مشاركة منتخب الناشئين الأصل في الموضوع اللي كان سيذهب إلى بطولة كأس آسيا للناشئين، وتم إحلال منتخب بديل عنه، بمعنى أن هناك التزوير قد حصل وقد وقع، تمت براءة المدرب علي هادي من هذه الحالة، من هذه الجريمة، من هو الجاني؟ سؤال يعني أعتقد كان يعني كنا بحاجة إلى أن نعرف من المدرب الكابتن علي هادي، أليس الكلام منطقي؟ نعم هذا كلام صحيح ومنطقي، لأنه لكل جريمة يكون مجرم. نعم. وأنت الحقيقة للطالب أنه يثبت ما دام مرئ. نعم. المتهم علي هادي، تحياتي للكابتن علي. نعم. وأني أبارك له هذه الخطوة، مبارك براءته، ولكننا نتساءل. نعم. من هو الجاني، نبحث عن الجاني. نعم. يضع لحلقة أخرى لجاني. نعم. أنت تشتغل يعني. نعم. على حلقة قادمة خاصة بالجاني. نعم طيب نعود إلى مثل هذه المواضيع التي تقع، يعني المظالم التي تقع على الرياضيين، كيف السبيل إلى حلها، أو كيف السبيل إلى يعني التخليص أو إنقاذ الرياضي مما يقع عليه من ظلم؟ يعني هسه أنت حضرتك من تحدثت عن وجود فعل جرمي او وجود تصرف خطا وتريد من يكون مسؤول عنه، هاي النقابه لو توفرت، يعني لو توفر لها قانون. نعم. وشرعت بالتاكيد ما تقدر من اول يوم او مع مباشره العمل ان تستطيع ان تدافع عن الجميع وتحقق لهم. نعم. ما يريدون من عداله. نعم. ولكنها ستكون الخطوه الاولى، يعني النقابه، نقابه المحامين ونقابه الصحفيين ونقابه الاطباء. نعم. بدات نقابات جنينيه ثم. نعم. كبرت وزادت قوتها وقدراتها، وبالتالي انعكس ادائها على منتسبيها. نعم. فاحنا كرياضيين علينا ان نبارك هذه الخطوه. نعم. هذه الخطوة ونبارك عملها ونشد على أيدي القائمين عليها، ونطالب مجلس النواب ونطالب الحكومة بأن تستمر في مد يد، مثل ما قال أستاذ علي هادي. نعم. مد يد العون والمساعدة لهذا القطاع، النقابة الجديدة لازم تدعم وتعطى صلاحيات وتساند، وبهذه الطريقة تستطيع أن تدافع عن الرياضيين خاصة في المرحلة الحالية. نعم. المرحلة السابقة يعني قبل فد 20 سنة مثلا. نعم. لم يكن للاحتراف دور، بينما اليوم المدرب مهنة. نعم. يعني علي هادي مدرب يصدر بحقه غبن. نعم. وبالتالي يحرم في هذا الوقت الآن يبدأ دور وموقف نقابة الرياضيين. نعم. لأنها ستدافع عن أحد أعضائها من المتخصصين. نعم. بالشأن الرياضي تدريبا. نعم. وذاك بالشأن الرياضي إدارة، وذاك بالشأن الرياضي إعلاما، وهكذا. فلهذا أنا أعتقد وأقول للأخوة علي هادي، أقول له أنت يجب أن تبارك هذه الخطوة، لأنها ستشكل الخطوة الأولى التي ستدعم مشاريعك ومشاريعك
تريع كل الرياضيين وفكرك وفكر كل الرياضيين. نعم، لدينا أيضا استطلاع عن هذا الموضوع أجراه الزميل عدي حاتم اليوم اللي حضر المؤتمر التأسيسي الأول لنقابة الرياضيين، دعونا نشاهد هذا الاستطلاع. اليوم على بركة الله تم انعقاد المؤتمر التأسيسي لنقابة الرياضيين العراقيين، وهذا يعتبر مكسب جديد ليضاف إلى الرياضيين الذين نطالب بحقوقهم إسوة ببقية الفعاليات والنشاطات كنقابة المعلمين والأطباء المحامين وإلى آخر من النقابات، فضروري جدا إسوة بما يجوز في الإقليم الأقل المجاور الآن بحاجة ماسة إلى أن يكون نقابة للرياضيين. والله نتوسم خير بهذه تشكيل نقابة للرياضيين، وإن شاء الله تقدم للرياضيين خاصة القدامى منهم والمتقاعدين وكبار السن أن تكون لهم صوت أمام الدولة، أمام الرياضيين، أمام الاتحادات، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب، وإلا تكون حبر على ورق. اتحادات همينة ما عندهم فت قانون اللي يحمي الرياضي، قانون اللي يحمي الرياضي، فهذه النقابة أنجدت بادرة قيمة من أجل الرياضة والرياضيين العيام. وحتى تشوف أنت منحة الرواد اللي ديعانوها ما ديعانوها، هذا الرياضي لو عنده قانون وعنده نقابة تدافع عنه ما يروح يوقف حسين هاشم معلم الكل، ما يروح يوقف حسين هاشم معلم الكرة العراقية أمام طفل ويقول له أنت منو، أو يوقف داقلس عزيز ويقول له روح جيب مستمسكات، أو يجي فلاح حسن ويقول له جيب مستمسكات. فهذه الشريحة من الرياضيين الكبار لازم يأخذون مكانهم. من زمان، من فترات طويلة احنا سرسعينا في زمان السبعينات والثمانينات على تأسيس هذه النقابة، لأن ما لقينا صدى في هذا الجانب، لأن ما رادوا أن يكون فد شريحة من هذا القطاع الواسع أن يكون إلى هيبة ومخامة وإلى كلمة. في الأنظمة السابقة كان اضطهاد لهذا لآراء الرياضيين بشكل عام، أما الآن يعني كان مفروض من بداية التغيير أن تحصل هذه النقابة، تتأسس هذه النقابة. بالنسبة إن كل التجمعات الرياضية كان هدفها الأسمى والأكبر أنه يكون هناك إطار قانوني يجمع الرياضيين تحت سقف نقابة الرياضيين، وأعتقد هذا بالنسبة إن يعني الأمنية الكبيرة اللي سعينا أن تتحقق، وكان دور الأخوان الهيئة التأسيسية أنه اشتغلوا لفترة طويلة على هذا الموضوع، واحنا هنا نحط ايدينا بايديهم ونتمنى انه هذا الموضوع يرى النور قريبا. شكرا للزميل عدي حاتم. استاذ منعم، يعني طريقه الانتماء لهذه النقابه كيف ستكون وفق اي محددات؟ هل ستصرف هويات مثلا للمنتمين حتى يعني يكون وضع القانوني والرسمي ضمن هذه النقابه، ام ان الموضوع سيبقى مفتوح؟ لان احنا نعرف نقابه الصحفيين يعني يوجد انتماء وتوجد هويه ويوجد سجل لكل عضو منتمي لهذه النقابات. وبالتاكيد عندما تبدا هذه النقابه بالعمل، وهذا يعني سابق لاوانه، لانه احنا راح ننتظر الآن قضية الإقرار، والإقرار قد يبدو هو الصعوبة الكبيرة، لأنه تشكيل نقابة عملية بها يعني قد تلد ولكنها ولادة عسيرة، لأنه الكثير الآن من أعضاء البرلمان وبحدود 20 برلماني دعم هؤلاء، وخاصة الأخ يعني البرلماني حسن عرب. نعم، أنا شوية راضي أقرأ الأسماء. نعم، إيه حسن عرب اللي حمل ملف الرواد وملف النقابة، وحمل أكثر من 2000 توقيع حي وصلت إلى النقابة من مجموعة من محافظات العراق. نعم، تواقيع تطالب بإنشاء هذه النقابة، وايضا هناك دعم من قبل يعني انا حسب المعلومات المتوفره عندي حسن كريم نائب رئيس البرلمان، الرجل يعني داعم لهذه الفكره، داعم للنقابه، وهو خطوه ايجابيه، واحنا مسرورين ان يعاوننا هذا الرجل الخير والرياضي.
وكذلك دعمنا رائد فهمي الاستاذ رائد فهمي ايضا والتقى مع الهيئه المؤسسه للقاءين خلال 6 اشهر لان هم بداوا يعملون منذ شهر 12/2007 و17 ولحد الان. فاذا هذا الزخم من التأييد اذا صار بالتاكيد اكو ضوابط للانتماء. قضيه الرائد الرياضي تأييد من الاتحاد الذي مارس فيه رياضته. دوره هل لاعبا هل هجر الرياضة لسنوات طويلة أم تواصل مع هذا القطاع لاعب سلوي هل استمر في ممارسة كرة السلة في تدريب الأطفال في العمل في نادي رياضي من أجل أن يطور اللعبة وهكذا سيكون قضية الانتماء إلى هذه النقابة مرهون بشخصية المتقدم مضافا إليه تأييد الاتحادات والمعرفة الشخصية وهذه العملية ستنظم بشكل جيد يعني أكونية لافتتاح فروع الفروع في المحافظات كل محافظة إذا توفر 100 رياضي بمواصفات كاملة ويمتلكون عضوية هذه النقابة سيقدمون طلبا لأن يكونوا فرعا في محافظتهم وهكذا تكون الفروع في كل محافظات الوطن. رسالة وصلتني من مدرب فعالية الزانة فاضل الهلالي يقول السلام عليكم شكرا لك أستاذ حسن لهذه المواضيع المهمة التي تطرحها وتحية طيبة لضيفك الكريم. نقابة الرياضيين يجب أن تكون حفاظا على الرياضة وديمومة الرياضة وتدافع عن حقوق الرياضيين وأن تكون مدافعة لها خصوصا الألعاب الفردية التي تتجه نحو الانقراض. كلامه جدا صحيح. أنا أعتقد أن الرياضة العراقية الآن هي كرة قدم أولا وبعض الألعاب القليلة ولكن الألعاب الفردية وخاصة ألعاب الساحة والميدان ألعاب كرة المضرب ألعاب أخرى كثيرة تكاد أن تكون بوضع جدا بائس وضعف كبير في رعايتها والاهتمام بها. وأنا أعتقد أن النقابة ربما ستحمل في المستقبل مكاتب داخل هذه النقابة يعني مكتب كرة القدم مكتب كرة السلة تابع مكتب فكل مكتب يكون مسؤول عن لعبة معينة يعمل على متابعتها والاهتمام بها وهذا سيؤدي إلى التوازن في العلاقة مع كل الألعاب. رسالة أيضا من الأخ عادل البلداوي مرحبا أستاذ حسن بضيفك الكريم الكابتن المبدع المثقف منعم جابر أتمنى على الرياضيين أن يدركوا حقيقة أنهم طالما نجوم فعليهم أن يتسلحوا بالمزيد من الثقافة العامة حتى يساهموا في خلق جمهور رياضي شعار التشجيع النظيف وإشاعة قيم المحبة والسلام والتآلف والتآخي. أخوكم عادل البلداوي. لدينا عدد من الأخبار السريعة بعضها يتعلق بوصول منتخبنا الوطني إلى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي قبيل مشاركته في بطولة أمم آسيا. وهنا لابد لي أن أنوه بأن القناة الرياضية العراقية حقيقة لديها عدد من البرامج اللي ستكون مرافقة لهذه البطولة. أيضا برنامجنا بيت الرياضة سيتحول إلى اسم مساء آسيا ليتابع كل شؤون المنتخب الوطني وأخباره وأيضا بالتأكيد استعداداته وجاهزيته للمشاركة في هذه البطولة إن شاء الله. من الأسبوع المقبل سنبدأ رحلة التواصل مع منتخبنا الوطني. اللاعب علاء مهاوي يلتحق بصفوف المنتخب الوطني في الدوحة واللاعب علي فائز أيضا يلتحق بصفوف المنتخب الوطني غدا الجمعة بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي يعاني منها. اللاعب علي فائز طبعا صرح للعراقية الرياضية الأزمة الصحية لن تمنعني من تمثيل منتخب الوطن وسأتواجد مع بقية زملائي غدا الجمعة. عفوا اليوم المدرب ثائر أحمد يقدم استقالته من تدريب نادي أمانة بغداد وإدارة بغداد تسمي المدرب وسام طالب لفريقها الكروي ومدرب حراس مرمى أمانة بغداد هيثم خليل أيضا يقدم استقالته من تدريب الفريق ويقدم شكرا لإدارة النادي والزوراء يطالب الاتحاد العراقي بتأجيل مباراته ببطولة الكأس بالدور ثمن النهائي. طبعا إدارة بغداد ونادي بغداد هذا الموسم حقيقة عليه أكثر من علامة استفهام بعد تراجع نتائجه بالرغم من أنه يقود واحد من أكفأ المدربين وهو المدرب الكابتن ثائر أحمد اللي قدم استقالته. والآن ينضم معي نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي بغداد السيد محمد فرحان. مساء الخير. مساء الخير أستاذ حسن عليك وعلى ضيفك الكريم أستاذ منعم جابر وعلى
جميع مشاهدي قناة العراقية الرياضية. يعني تعتقد اليوم إدارة بغداد وصلت إلى العلاج الشافي بأن الحل هو في إقالة أو استقالة السيد ثائر أحمد من تدريب فريق بغداد بعد النتائج المتراجعة له هذا الموسم؟ أستاذ حسن، مثل ما تعرف وجميع المتابعين يعني للشأن الرياضي ونادي أمانة بغداد، يعني احنا كابتن ثائر تم تجديد الثقة بالموسم، يعني بعد وسلم نصف الموسم السابق تم تجديد الثقة به وتم تشكيل هذا الفريق على ايده وتوفير معسكر في مصر ومباريات على مستوى عالي، وحتى الخيارات يعني خيارات كانت مرتبة للملاك الفني، والإدارة قدمت كل ما بوسعها من دعم للمدرب والمساعدين وكذلك للاعبين، وايضا يمكن الفريق الوحيد او النادي الوحيد اللي استلموا مستحقاتهم مع انطلاق الموسم وبنسبه 50% وكل التجهيزات، لكن الفريق لم يكن سيء ولا الاداء سيء في جميع المباريات اللي خاضها، واعتقد يعني كانت هناك مشاهده من الاعلام وكذلك واحنا حتى كاداره، لكن مع كل الاسف ويؤسفنا ان النتائج كانت تكون على عكس ما يكون الأداء داخل الأرض الملعب. وبعد عودتنا من أربيل طلب الكابتن ثائر أحمد الاجتماع مع الهيئة الإدارية وقدم اعتذاره بشكل رسمي عن إكمال المشوار، والهيئة الإدارية أكيد يعني اليوم أنت من المدرب تحكم النتائج، والأستاذ ثائر كابتن ثائر يعني نجم من يعني ونحن شهادتنا مجروحة به، وأكيد يعني الكل يعرف شنو هي الإمكانيات الفنية اللي يمتلكها والمهام التدريبية اللي سبقت نادي أمانة بغداد أيضا ونتائجه على مر المرحلة اللي قادمة. هل هناك نية يعني تسمية ملاك تدريبي جديد خلفا للملاك التدريبي بقيادة المدرب القدير كابتن ثائر أحمد؟ والله ما اخفى عليك استاذ حسن، يعني احنا بالنسبه لنا كهيئه اداريه الان تم اناطه المهمه بالكابتن وسام طالب بشكل رسمي، واحنا المباراه الديوانيه راح تكون يوم 24، واذا تم الاستمرار في بطوله الكاس ايضا يكون كابتن وسام، نتمنى له التوفيق. واحنا اليوم كان هناك اجتماع من قبل السيد رئيس النادي وبعض اعضاء الهيئه الاداريه مع الفريق، وتحدث معهم ومع كابتن وسام وكابتن منير، ولحتى اللحظه هي المهمه لكابتن وسام يعني تمت التسميه. نعم، شكرا جزيلا للسيد محمد فرحان نائب رئيس الهيئه الاداريه لنادي بغداد، الحديث كان عن استقاله الكابتن ثائر احمد من تدريب فريق بغداد. اكو فوضى بالرياضه العراقيه، قادره النقابه ان يعني تسيطر على هذه الفوضى اليوم اللي واضحة العيان، يعني ما تحتاج جهد جهيد حتى واحد يقول عليها فوضى؟ فعلا ما تقول استاذ حسن هو صواب، عين صواب. نعم طبعا المؤسسة الرياضية كاملة بكل أقطابها تعاني من الفوضى وتعاني من الاختلاف وتعاني من الاجتهاد. نعم. والتجريب، ويعني اجيب لك مثل كلش بسيط ارجو ان ما يزعل احد، بس خلي يسمعون من عندي. الان الانتخابات التي جرت للاتحادات الرياضية، نعم كل الاتحادات باستثناء اتحاد واحد او اثنين استبدل رئيسها او استبدلت الهيئة الإدارية. نعم زين، لعد هاي ال 22 اتحاد اللي بقت تقودها نفس الوجوه، زين هاي وين كانت بتحقيق انجازات ونتائج؟ نعم. اذا هي اخفقت بتحقيق نتائج وانجازات وما عوقبت على عدم تحقيق النتائج، نعم. فكيف بها تقود الرياضة لأربع سنوات قادمة، نعم. وتستطيع أن تقدم إنجازات؟ فإذا هذه الفوضى الرياضية التي تعم الوسط الرياضي تعود إلى وجود ضعف كبير في الإدارة الرياضية أولا، نعم. والإدارة الرياضية معناها الجهات التي تقود إدارة العمل، نعم. وتقود التخطيط العمل وتقود وفي جميع الاتجاهات. نعم، خليني أختم بقراءة هاتين الرسالتين. السلام عليكم أستاذ حسن، تحية إلى أخي وصديقي منعم جابر، فعلا خطوط رائعة من المبدع أستاذ منعم، وهذه الخطوة الكبيرة لجمع شمل الرياضيين وتبني حقوقهم
معكم أخوكم لطيف العزاوي مدير عام التربية الرياضية سابقا. أيضا رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ حسن الموقر، نطلب حلقة مع اللجنة المؤسسة لغرض توضيح أكثر لمشروع قانون النقابة المحامي فالح العزاوي عضو اللجنة المؤسسة. أهلا وسهلا حياك الله، دعوة كريمة لحضرتك لحضور إحدى حلقات البرنامج، يعني نطلع أكثر ونوضح أكثر ما هي هذا المشروع المهم الذي سيحمي الرياضيين بالفعل، وسيكون ستكون النقابة المعنية بشؤون كل الرياضيين. في الختام يعني أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيف الكريم الأستاذ منعم جابر زميل الصحفي، ويعني كل العناوين تليق بك. شكرا أبو علي، وأنا أبارك لهذا البرنامج وأبارك لك شخصيا. شكراً. لأنك تختار الاختيارات الصحيحة والدقيقة والتي يحتاجها الناس. ومبروك للبرنامج في تحقيق هذا. شكرا جزيلا للأستاذ منعم جابر مرة أخرى، الشكر الجزيل لسيد محمد فرحان نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي بغداد، وافاني عبر الهاتف، وأيضا الكابتن علي هادي مدرب منتخب الناشئين السابق، ولكل من ساهم وشارك معنا في إنجاح هذه الحلقة، لكل من راسلنا أعتذر لكل من لم يستطع قراءة رسالته. في الختام تقبل تحيات فريق العمل، الزميل المخرج أحمد الصراف، تحيات زميلين عدي حاتم ومصطفى عصام، وتحياتي أنا في الإعداد والتقديم حسن عيال. أمل أن ألتقيكم يوم الأحد القادم بذات التوقيت، حتى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.